بسم الله الرحمن الرحيم. نبدو اليوم ويبينار بسيط على البيزك فينت سيتنج للاي ار دي اس. نحاول من خلاله ان نوصل نولج بسيطه او بحيث ان سكيلز حتساعد اللي هم نون اي سي يو دكتورز ان يتعاملوا مع الاي ار دي اس وكيف يبدو بالسيتنج المعينه للاي ار دي اس، كيف يبدا بحيث ان البيشنت انه هو فنتليتد. اول سيتنج تقدر تبدا بها بشكل بسيط. حنبدو مع دكتور مجدي دليو. صراحه بارك الله فيه، هو النشاط هذا كان امتداد لمحاضرات سابقه كانت في ليبيا. دكتور مجدي دليو هو بالموري اند كريتيكال كير فيزيشن من سانت جوزيف هوسبيتال في الولايات المتحده. فبارك الله فيه، خصص لنا وقت ان يساعدنا على المفاهيم بتاع الاساسيه لخاصه للميكانيكال فنتيليشن، بحيث ان حد يقدر يتعامل معاه وما يقدرش يخافوا منه، يقدر يبدا بادجستمنت معينه على الاي ار دي اس ويرجع اكيد بالمنفعه على البيشنت. تفضل دكتور مجدي. بارك الله فيك دكتور محمد، صحيت وبارك الله فيك. بالعكس، الشكر لك انت لكل الاطباء في الفيرست لاين في المانجمنت لحالات الاي ار دي اس، واللي هو اصلا موضوع صعب في بدايه، يعني حتى من قبل موضوع الكورونا اللي هو نواجهه فيه حاليا. هو موضوع المورتاليتي فيه عاليه جدا، واحنا تكلمنا فيه محاضرات سابقه في مركز طرابلس الطبي في شارع الزاويه. فنحاول ان تكون المحاضره هذه على الاقل كيف نديروا الانيشال سيتنجز للنون انتنسيفست، هو اللي ممكن يجي حاله ممكن اي ار دي اس وبايلاترال انفلتريت، خاصه في زمن الكورونا، ان مثلا حاله مثلا كانت صعبه وتحتاج انتوبيشن. انا كطبيب مثلا موجود في العنايه او في مكان احتجت ان ندير انتوبيشن للمريض، بقى شين ندير، شين الحاجات الاساسيه اللي نديرها، كيف ان مثلا على الاقل نثبت المريض، ندير له مثلا البيزك سبورت بالفنت والفنت سيتنج، وبعدين نكلم الاخصائي بتاع العنايه او الطبيب السينيور بتاعي في العنايه. اجين انا المحاضره هذه بارك الله فيك دكتور محمد، طبعا موضوع الفنت موضوع واسع جدا جدا، وفي حتى كونترفيرسي، وحتى لما نوصل للديب ديتيلز ممكن يبدا يتناقشوا مثلا الهاي بيب فيرسس لو بيب، والله انا كيف قداش نركب البيب والكلام هذا. لكن حاولوا ان تكون المحاضره هذه على الاقل الانيشال ليكتشر هذه تكون الاساسيات. انا جاني مريض، انا كطبيب ما نعرفش بقى كيف ندير اول خطوات، او انا نعرف لكن نبي نعرف حاجات اكثر كحاجات اساسيه. مثلا لما يجينا المريض ما درنا له انتوبيشن، انا اللي بناخذك من نقطه، او نبي ناخذ المريض من نقطه انه درنا له انتوبيشن، كيف نحط الانيشال سيتنج، وبعدين لو واجهتني مشاكل في المرحله الاولى وبعدها لو عرفت من الموضوع اكبر ممكن نكلم السينيور بتاعي او الاخصائي، او نحول المريض لمصحه او مستشفى they can manage him in the intensive care unit. نتوكل على بارك الله دكتور محمد. توكل يا دكتور، توكل نسمع فيك. حيكونوا مجموعة بسيطة من سلايدز، أنا حاولت أن ندير مجموعة سلايدز مش أكثر من 11 سلايد. التركيز فيها بالدرجة الأولى أن احنا نركزوا على الانيشال سيتنج بتاع البنت على موضوع الـ ARDS. فأول ما جينا حالة ARDS في البداية جينا مثلا إكس راي زي هذه، مثلا المريض داروا له إكس راي، سواء كان جانب بالإكس راي بتاعه أو احنا درنا له إكس راي وكلنا مثلا لو كان المريض كان عنده فيفر. احنا حنتكلم شويه عربي شويه انجليزي، بس نحاول تكون اللغه بشكل عام لغه مبسطه، لغه الفكره منها انك توصل. انا لو جاني مريض تعبان ودرت الانتيبيشن شنو ندير يا دكتور محمد؟ من غير التفاصيل والرجوع الى ستاديز وكذا، ستاديز موجودات اونلاين نقدر نشوف عليهم جوجل، نقدر نشوف عليهم يوتيوب، نقدر نقرا كتابات، لكن على الاقل نبغى ندير براكتس ابروتش لو مريض بالبسيط كيف نقدر ندير له مانجمنت. اول ما بيجيني اكس راي زي هذه، انا مثلا نشتغل مصحه خاصه او نشتغل مستشفى عام، شدني اكس راي زي هذه، هذا المريض باي ديفينيشن لوكس لايك اي ار دي اس، بمعنى باي لاترال انفلتريت في بوث سايدز اوف ذا لنج اور لنجز، والمريض عنده هايبوكسيا. بح هذا اول حاجه نبدا نفكر، معناها المريض هذا ممكن عنده اي ار دي اس. تمام، انا بيك تفكر بهذه الطريقه. ممكن المريض هذا تكون بالمونري ديما؟ يس، ممكن تكون بالمونري ديما، يعني معناته المريض بتشوف هل المريض هذا مثلا نون كونجستيف هارت فيلير،
تسأل أو تسأل ولده أو بنت اللي جابتها هل يأخذ في حبوب متاع مثلا تراربول، هل يأخذ فليزكس، شوف دكتور قلب قبل بالله ترى شوف دواء، لو لقيت يأخذ بيتا بلوكر وإيس إنهيبتور وليزكس، والمريض عنده لور ليمبيديما وريز جي في دي وعنده كراكلز بايلاتر أب تو ذا أبر زونز والبيشنت فيري أدمتس أنا ساركا، ما نجيش نقول هذا لا والله ARDS ولازم نفكر في كورونا ولازم راهو ندير كذا، لا هذا نفكر مور لايكلي بالمونيديما. ففي الديفينيشن متاع ARDS جتني إكسريز هذه شوف هل المريض عند وي هاف تو رول اوت بالمونيديما، هل ممكن تكون بالمونيديما معها شويه انفلتريت؟ ممكن واحد يكون عنده نون كيس اوف هارت فيلير خش في نيموني سمبل تصير، لكن لو كان عندك مور ساينز ريز جي في دي عنده بايلاترال كراكلز اب تو ذا ابر زونز البيشنت عنده لور ليمبيديما انا ساركا نون كيس اوف كونجست هارت فيلير التريتمنت اللي ياخذ فيهم في الحوش فيهم ليزكس بدرجه كبيره يتابع عند دكتور قلب فمور لايكلي بالمونيديما. لكن لو المريض عنده فيفر، لو المريض درت التحليل بدي عنده هاي وايت سيل كاونت، المريض بدي عنده هاي مثلا عارف احنا بروكالسيتون مثلا ما عندناش في في ليبيا لكن ممكن نطلبه سيري اكتيف بروتين سيري اكتيف بروتين يا وركس، لو كان عندنا هاي سيري اكتيف بروتين بيشنت فبرايل وايت سيل كاونت از هاي بيشنت سويتي كونتاكت مع السيك بيشنت في بالمونري سيمتومز يعني مثلا وخاصه في اجين في موضوع الكورونا مثلا واحد ريسنت انه مثلا عنده انفكشن واحد كونتاكت مع واحد عنده كورونا او سسبكتد كورونا. فانا لما تكون عندي الاعراض هذه بتاع نيمونيا اكثر مور لايكلي ان البيشنت عنده نيمونيا. هل احنا كاخصائيين في الانتنسيف كير او دكاتره في الانتنسيف كير تواجهنا او في البلمونري بشكل عام تواجهنا حالات نبدا نقول والله هذه ممكن تكون بالمونري ديما ممكن تكون انفكشن مش عارف ممكن تكون بوث يس ميبي كود هابن. اول ام سينج اللي انا بنقوله ان كل ما تكون عندك سيمتومز كل ما تكون عندك اعراض متاع نيمونيا كل ما تكون الكيس مور لايكلي اي ار دي اس سكندري تو انفكشن او لانج انجري. لو كان عندنا فلويد اوفرلود معناها بالمونري ديما. ماشي تمام دكتور محمد هيك ولا تو ماشي تمام ماشي تمام اوكي اوكي انجو. هذه الاكس راي جتني انا في في مكان معين انا مثلا ما عنديش هلبة ادفانس نقدر ندير انتيوبيشن نقدر ندير بيش انيشال سيتنج نتاع الفنت لكن نبي نحول المريض لمصحه او لمستشفى عام عنايه بحيث انه يدور له ادفانس مانجمنت للاي ار دي اس. تفكيري الاول اني انا هل الحاله تنطبق عليها الكريتيريا نتاع الاي ار دي اس يوجوالي سيمتومز وذين 1 ويك اندر ذا كريتيريا اوف اي ار دي اس. يعني لو صارت مثلا لها يوم او يومين برضو ARDS لو صارت within a week still ARDS المريض اللي هي هذه برلين كريتيريا صح؟ yes this is the Berlin criteria 2012 الكريتيريا الثانية انه bilateral infiltrate. يعني شنو هم الحاجات اللي نشوفوها نقول ان المريض انا ممكن dealing with اللي بتعامل معاه هذا ممكن عنده ARDS. علاش نبيك انا تعرف موضوع ARDS؟ لان لو واجهتك الحالة هذه معناها المريض يبي ICU يبي ممكن يبي intubation و ICU و vent management. فمجرد ما اني انا نشخص ونحس ان الحالة هذه ARDS هذه اول good job درناها. النقطة الثالثة اللي هي الاوريجين اوف ايديما ان يكون المريض مرات يكون عنده heart failure وهذه لو كان عنده positive heart failure و pulmonary edema unlikely ARDS. نجود ثلاثة الاخيرات اللي هي oxygen requirement mild moderate severe هي ممكن شوية too deep هذه لكن لو المريض يعني احنا نتنفس في اكسجين 21% في الـ في الـ في الروم باهي لكن لو كان المريض محتاج 100% اكسجين ودرت له اي بي جي وكان الاي بي جي البي او 2 بتاعه 70 هذا المريض هذا فيري سيك. يعني البي اف ريشيو بمعنى ان البي او 2 في الاي بي جي انقسم على قداش انا اف اي 2 اعطيه للمريض. علاش مهمه هذه برغم انه شويه ارقام علاش مهمه انا يعني نبيك تفهمها مهمة أو كلام الأوديوس في محمد عارف كنت عارف تحدد السيفيريتي وتعطيك حتى شوية بروغنوستيك فيو تقريبا بالضبط. يعني لو كان المريض عندي من ما بين 200 and 300 we are dealing with mild ARDS هل معناتها مش سك المريض؟ لا سك لكن في مريض سكر أكثر منه اللي هو اللي عنده الـ PF ratio أقل من 100 وفي من اللي بعض الدراسات دارتهم تحت الـ 150. مجرد ما أنت عندك الـ PO2 في الـ ABG اللي درته يعني انت لما تدير انتباش للمريض تاخذ ربع ساعه بتدير له اي بي جي مثلا درت له الاي بي جي وشفت البي او 2 بتاعه لو البي او 2 بتاعه تقسيم الاف اي 2 اللي انت عطيه اقل من 150 معناته المريض هذا عنده سيفير اي ار دي اس ان اي نيد تو اكت فاست انا لازم نحول بسرعه لامكان يديروا له مانجمنت لادفانس اي ار دي اس سيفير اي ار دي اس بيكتشر ونحاول نسال الاخصائي بتاعي او السينيور بتاعي انا شنو ممكن ندير اكثر باش نساعد المريض تو سرفايف
this ARDS. في تحت البيب والسباب يكون أكثر من 5، هذه جزء من الكريتيريا. سي تي، لو أنا المريض جاني بالإكسل اللي تكلمنا عليها يا دكتور محمد، وكان كنت أنا مثلا في مصحة صغيرة وما عندناش آي سي، أو كنت في قسم من أقسام الجراحة والكذا اللي هي بعيدة عن العناية، أنا مش لازم ندير كات سكان باش نشخص أن المريض هذا والله إلا عندنا البيكتشر هذه نتاع الـ ARDS. لا بالعكس، خاصة في حالات الكورونا البروتوكول اللي متبعينه في أغلب المستشفيات إنه مجرد ما أنت عندك suspect لموضوع الـ ARDS secondary to infection you don't have to send them to CAT scan. بالعكس بتعرض جماعة السي تي، بتعرض جماعة اللي بيرفعوا في الطريق، فأنت المريض هذا مجرد ما شفت الإكسري تحول للـ ICU، ولو أنت مثلا درت intubation وساعدت في intubation بعدين حنتكلمه كيف تدير الـ vent setting. السي تي علشان أنا دايرة هنا غير نبي نتكلم على الثلاث أجزاء اللي هنا في terms حنستعملوها هلبا يا دكتور محمد، اللي هي زي البيبي لانج. البيبي لانج اللي هي النورمال لانج فانكشنينج لانج اللي هي الابر بارت البلاك زون، بلاك زون هذه يس، هذا زي الهرم يعني الجزء العلوي من اللانج اللي هو الايبكس، الجزء العلوي من اللانجز والابر بارت از سمول لانج بيبي لانج، هذا هو الجزء اللي بنعطوه تايدل فوليوم وبنعطوه اكسجين. تخيل معي انت يا دكتور محمد لو اعطينا مثلا تايدل فوليوم 700 او 600 السمول لانج هذه حتضطربك، حيدخل المريض في نيوموثوركس مثلا. علاش مهم؟ لان بعدين لما نقول والله نبغى نعطي لو تايدل فوليوم، لان البيشنت نبغى نعطي لو تايدل فوليوم للبيبي لانج باش ما يصيرش فيه رابتشر، فهذا الكلام اللي نقصده بالكلمه بيبي لانج اللي هي الجزء هذا اللي هو النورمال لانج اللي هو فانكشنينج لانج. في الجزء الثاني اللي هو الكونسوليديتد لانج، وفي جزء ممكن يكون فيه بلورافيوج. تقريبا عندنا سلايد ثاني ممكن توضح اكثر. ايوه بالضبط، اللي هو الجزء اللي فوق البي هدايا اللي هو البيبي لانج او الفانكشنينج لانج. الجزء الوسطي هذا المريض وكأنه راقد متاع سي تي تمام، الجزء العلوي اللي هو البيبي لانج، الجزء الوسطي اللي هو يكون فيه كونسوليديشن، الجزء الاي هدايا ممكن يكون كونسوليديشن ممكن بلورا فيوجن، فهذا البيز متاع اللانج. هذا علاش بعدين هنتكلم على حاجتين مهمات، واحد البيبي لانج هذه واللو تايدل فوليوم لان انكريز السرفايفل. حتى هنا في امريكا تلقى اغلب الدراسات اللي دروها يقول لك الريكومنديشن تعطي لو تايدل فوليوم، بينما في الحقيقه الناس تعطي في لارج تايدل فوليوم او ميديم سايز. يقول الناس هلبا مش كومبلاينت مع الموضوع، بمعنى انت هذه الخبراء الحاجات اللي دراها شافوها ان امبروف السرفايف في حالات الاي ار دي اس هي اللو تايدل فوليوم. يا دكتور محمد اي كانت امفيسايز انف قديش امبورتنت موضوع اني نعطي لو تايدل فوليوم، لان عارف اغلب الحالات احنا ما بنحطها على الفنت، خلاص درنا الانتيوبيشن الامور تمام الحمد لله درنا جود جوب ات از جود جوب، لكن مازال في اكثر اللي هو انك مجرد ما درت الانتيوبيشن لازم تعطيه لو تايدل فوليوم اللي هو نعطيه في 4 ml 4 ل 6 ml بير كي جي، حنجاها بعدين هذه لانها كوريليتد للمورتاليتي. بالضبط، لان لو اعطيت اكثر من 6 ml يقول ناس تموت، لو دخلت انت 10 انت اوريدي المورتاليتي يا دكتور محمد في الـ الاي سي يو مورتاليتي بتاع الاي ار دي 60%، يعني لو دخلت 10 عندك 6 حيموت، هذا حسب الاحصائيات اللي ما نعلموش غير لك حسب الاحصائيات. انت كيف الستة هذه تحاول تحاول انك انت you do your best to increase their survival chance، فانت تعطي لو تايدل فوليوم هذه proven decrease المورتاليتي او increase السرفايفل في الاي ار دي اس. في هل بحاجات دراها ما بينتش increase السرفايفل، لكن لو تايدل فوليوم واحدة من الحاجات اللي هي مهمة جدا 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 جدا. النقطة الثانية انا قلت النقطة الاولى اللي هي البيبي لانج واللو تايدل فوليوم، النقطة الثانية قصة البرونينج. البرونينج يعني ياخذوا في المريض هو راقد يتكي على ظهره يمشوا يقلبوه على بطنه لمدة 16 ساعة. زمان كنا نديروا فيها قبل 2000 او كان يديروا فيها قديم ان يديروا برونينج لمدة 12 و14 ساعة. يقولوا انه ما فيش والله ما فيش سرفايفل بنفيت. فجاء واحد يجي دارها اكثر من 16 ساعة يقول في سرفايفل بنفيت. فالموضوع المريض اللي عنده اي ار دي اس حنجوها بعدين ليش مهمة بالصورة هذه؟ لان الجزئية اي دكتور محمد هذه اللارج سيرفيس اريا هي البيس. امتى نبدو ان نحط البيشنت في البرون بوزيشن؟ لو كان البيشنت سيفير بي اف ريشيو اقل من 150 باه، هذه الاول البيشنت حيكون سيفير اي ار دي اس. ثانيا قصدي هل الراجل شويه او نبدو از ايرلي از بوسيبل؟ نقطه سؤال مهم دكتور محمد، هي في البدايه انت بتجيك حاله اي ار دي اس تبدا لها انت بالبيب وتبدا لها بالاف اي 2، لو انت مثلا حاط على بيب 5 والاف اي 2 مثلا 70 او نقول مثلا 60 والمريض قاعد البي اف ريشيو اقل من 50، لو زدت البيب مثلا 8 والاف اي 2 شويه عليتها تتحسن المريض مباشره، انلايكلي لكن نفرض السيناريو انه تحسن، ما دام الريشيو بتاعك تحسن فانت تخليه للمريض. لكن لو كان البيشنت خلف سيفير قعدت تركب في البيب وتركب في الاف اي 2 حنجوها بعدين،
ان المريض دخل في كريتيريا بتاع سيفير اي ار اس يو هاف تو برون ذم. ما هو انت عارف اكيد، لكن احنا مش ناخذه فيه الموضوع طويل. البرون ليه مشاكل، صحيح صحيح. طبعا البرونينج حتى في امريكا هنا في مش كل المستشفيات يعني كيببل في البدايه ان ذي مانج حالات برونينج، لكن انت تبي تيم متكامل بالنيرسز، تبي تيم هي يعني المستشفيات البسيطة بدت إن يديروا تريننج للآي سي يو نيرسز. يعني مثلا أنا نشتغل في الآي سي يو، نجو نكلم التمرين، نجو 4 أو 5 تمرين، نقول والله نبي نديروا بروتوكول، بروتوكول بشكل بسيط يعني نحطه شين الحاجات اللي مفروض نديروها باش نديروا المريض هذا بروني. المشاكل اللي تواجهنا إن التيوب ممكن يطلع، إن السنترال لاين ممكن يتنحى، إن المريض ممكن يدخل في سورس بيد سورس لما تقلب على وجهه هيك، فنديروا في حاجة زي الدونات سيك نحطهم على وجهه لما يرقد المريض. في أسرة هي بتاع البرونينج في أمريكا تقلب، لكن هذه غالية والحق يعني ما استخدموشها، استخدمناها زمان قديمة في المستشفى اللي درت فيه الريزدنسي، لكن لما درت فيلوشيب وحتى تو لما نخدمه نقلبه في المريض بالشيت. مثلا كان عندنا مريض احنا 180 كيلو قلبناه بالشيت يعني عادي هي. لكن انا اي اجري وذ يو 100%، مفروض ان ما نبدوش موضوع البرونينج ان غير يقلب المريض، لا يكون في تيم ان احنا نحاولوا نديروا ايدكيشن للنيرسز لان هم اللي بيقعدوا مع المريض بيديروا البرونينج. يكون في حد جاهز متوقع ان لو صار فيه تيوب طلع ان تديروا ري انتوبيشن، لانك انت البرونينج امبروف سيرفايفل، لكن ما نبوش نعرضه للمريض يعني نقبل المريض ويطلع التيوب ويصير له يدخل في كارديك ريسك جاست بيكوز ان احنا نبغى نديروا برونينج. لازم نكونوا بريبيرد، يكون عندنا التدريب للتمريض، يكون في عندنا استعداد ان احنا وي كان مانج ان لو البيشن مثلا وتصير مشاكل يعني صارت في اماكن هنا يعني تصير نيوموثوركس، يصير سنترال لاين يطلع. فانت الفكره انك تبي تقلب المريض وتنكريز السرفايفل، لكن بيفور انك انت تدير الحاجه هذه لازم يكون عندك تيم متكامل عارف هاو تو مانج برونينج سيتويشن. تمام تمام اوكي. احنا مش ندخل في التفاصيل هل بلينا موضوع الفنت في تشعبات كبيره. ارتس نت ريكومنديشن اللي هذه موجوده، ريكومنديشن لاي حاله اي ار دي اس بشكل عام نستخدمه في الفوليوم اسيست كنترول. انا عارف ان نستخدم احنا في ليبيا هلبه الاس اي ام في مود والبريشر كنترول مود. الفوليوم قاعدين نحكي احنا بكري قلنا ان اللو تايد الفوليوم يا دكتور محمد هو اهم شيء في موضوع الاي ار دي اس او جزء من الاشياء المهمه. اللو تايد الفوليوم لو اعطيت انت بالفوليوم كنترول تقدر تتحكم قد ايش تعطي تايد الفوليوم. نقدر نعطي مثلا 6 ml per kg او 4 ml per kg، لكن لو درنا البريشر الفنت حيتحكم في البريشر بس مش حيتحكم في قد ايش فوليوم تعطي للمريض. ممكن يعطي 600 ممكن يعطي 700. فالبريشر مش هو المود الاول اللي نمشي له، نمشي للفوليوم وحنحكاها بالهاملتون سيميليتر ممكن تكون احسن يا دكتور محمد. حاجه واحده انه هو وضحها اكثر يا مجدي، ال 6 ام ال بير كي جي اي كي جي اي ويت. شكرا صحيح يا محمد. الويت انا حنقز على السلايد اللي بعده. الويت هذه دائما احنا حتى مثلا بتكلم في الريزيدنس ولا في الفيلوشيب يقول لك اعطيه مثلا 6 ام ال بير كي جي، يقول لك قديش الايديال بادي ويت بتاعها. فهي الفكره مش انك تعطي الكي جي مثلا وزنه 70 للمريض، لا نحسب الايديال بادي ويت. بنحسب الايديال بادي ويت اللي هي معادله مش عارف كنت تشوفها تو دكتور محمد. مثلا في الميل ايديال بادي ويت اللي هو 50 كي جي بلس 2.3 فور افري انش ابوف 5 فيت. بنقول لي انا هذا بالانش وبالفيت وما شاء. في عندنا التحويله اللي هي ال1 ال1 فوت اللي هو 30 سنتيمتر اللي هي 12 انش، فتقدر تحسبها مش نخش في موضوع الحسبه بتاع الرياضيات. في كالكوليترز يقدر يحسبون لك مباشره. او بالاب انت تحط في الاب. الفكره انك انت ما تديرش 4 ml او 6 ml، انا نقول 6 ml مثلا، نبدا ب 6 ml ونشوفه 6 ml per kg ideal body weight. يعني مثلا لما دير راوند او كذا وتشوف المريض نقول والله خلينا نحسب الايديال بادي ويت. الايديال بادي ويت بتاعها مثلا 66 نضربها في 6 اللي هي 6 ml per kg يطلع مثلا تايد الفوليوم اللي تبيه. طبعا هذه ريبيت للستادي بعدها تبين اللي هي الدراسه اللي دراها ان البيشن اللي عنده بروننج سوري البيشن اللي لو تايد الفوليوم اقل مورتاليتي. نبي ننتقل يا دكتور محمد للفنت هاملتون سيميليتر باش على الاقل اللي تكلمنا عليه. اجين احنا نبغى نحكي الموضوع ببساطه اللي تكلمنا عليه بتاع اللو تايدل فوليوم كيف نديره.
انت تكلمت على التايدل فوليوم بس، لكن مثلا شن صاير في البيب، شن بالضبط صاير في الاف اي 2، صحيح قديش نبدو نحطه. ممتاز. هذا خلينا نتكلم عليها في النكست سلايد. ايوه دكتور محمد، ايوه معك دكتور. فهذا سوري كان في شويه تكنيكال في الريكوردينج. فاحنا توا انت تشوف الفنت اللي هو الهاملتون اللي عندنا احنا في ليبيا بهاي. فمثلا لو انا درت انتوبيشن للمريض وكان عندي حطيناه على الفنت وانا قاعد ما عنديش مثلا خبره كبيره مع الفنت، نبي نشوف انا كيف ندير مانجمنت للانيشال سيتنجز نتاع الفنتليتر. انت اول حاجه حتواجهك السكرين هذه نتاع الهاملت. تمام دكتور محمد. تمام. عندنا المودز هنا على اليمين فوق، المودز نتاع الفنت فيه السي ام في، السي ام في مود اللي هي هذه السي ام في مود. شوف يا دكتور محمد هذه بالسهم، واضحه هذه السي ام في مود، هذه اللي هي الاسيست كنترول فوليوم تارجت مود. فهذه يعني اللي نبي نستخدمها. في اللي جنبها هذه الاس اي ام في مود، انا عارف في هلبه في ليبيا احنا نستخدمه في الاس اي ام في مود، بس انا مفضل الفوليوم تارجت لان انت المريض في الغالب حتستخدم الفوليوم، وهذه هي اكثر الريكومنديشن اللي موجوده بخصوص الاي ار دي اس. لو ضغطنا على الفوليوم كنترول ودرنا كونفيرم حيجونا السيتنجز هذو. هذا لب الموضوع اللي نبغى نتكلم فيه دكتور محمد. تمام. احنا عندنا في البدايه، عشان نحول هذه الصوره لجنب، عندنا في البدايه الريت. فهي الريت تو مثلا دكتور محمد تقول لي انا والله انا درت انتوبيشن للمريض، قديش المفروض نحط الريت؟ فالريت عاده المريض اللي عنده اي ار دي اس وعنده هايبوكسيا، فعاده يكون عنده شويه اسيدوسيس. الريت نقدر نحطه من 14 16 18 حتى 20. الفكره انك تحط هاير ريت يعني 16 او 18 لانه مور لايكلي المريض عنده سيفير اسيدوسس وانت تبي تدير له واش اوت للسي او 2. بتقول لي يا دكتور ما فيش رقم معين تقول لي عليه 14 16 ولا 18 قديش بالضبط؟ لا انا مثلا اقول لك تقدر تبدا ب 18 وبعدين تطلب الاي بي جي وتشوف قديش انت تبي تغير. فمبدئيا 16 الى 18 از السيف زون، وانا نقول 18 مور لايكلي تو بي سيفر زون لانك تبي تدير واش اوت للسي او 2 خاصه مريض عنده لاكتيك اسيدوسس وعنده سيفير اي ار دي اس. تمام تمام هذه اول نقطه لينا في موضوع الفنت سيتنج، هذه الريت. نقول اللي بعدها اللي هي التايدل فوليوم اللي هي الام ال 410 هذه اللي نشوفها. لو المريض مثلا جي انا مثلا حطيت البيشن على الفنت، درت لاول حاجه الريت بتاعها مثلا 16 او 18. النقطه الثانيه كاني كانترن او كشخص كيف بادي ندير مانجمنت لحال، انا ام كونفيدنت هاو تو مانج، لكن انا نبي على الاقل يكون عندي مرجعيه نعرف انا كل بطمه من البطم هذه كيف انا ندير لها مانجمنت كويس. التايدل فوليوم نجي نشوف انا قديش الايديال بادي ويت بتاعي، طلع الاب بتاعي بالتليفون بتاعي نحسب الايديال بادي ويت او نستعمل المعادله وات ايفر از ايزير فور يو. استعمل المعادله طلعت الايديال بادي ويت بتاعي 60 60 نضربهم في، قال دكتور مجدي مثلا دكتور محمد قال في 6 6 ام ال بير كي جي، 6 في 60 تطلع لنا 360. نحط المريض على 360، هذا 360 متر 360 اوبس 160. بعدين في الفنت بتاع الهاملتون كنا عارفين لما مانجمنت في الفنت انا لازم ترص على البطن من جديد بستخدم 360. نجي للبيب. قبل البيب انا بقول لك مثلا على الاف اي 2 اي مريض ندير له في انتوبيشن وذر اتس اي ار دي اس او نوت، ان احنا الاف اي 2 نخلو فيها 100. يو ستارت وذ 100 لان قلت ما تبيش تغامر، تبدا ب 40 30 وتشوف. انت تبي تبدا ب 100 وبعدين وتنزل بالضبط. تمام بعدين نضغط على البطن من جديد. انا درت ال 100، فان احنا تو درنا الريت اول حاجه درناها الريت كنا 16 18 وبعدين بنشوف الاي بي جي وبعدين باش ندير واش اوت سي او 2. تايدل فوليوم 360، هادو الزوز التايدل فوليوم والريت هادو اللي يتحكموا لي قديش نطلع سي او 2. حاصل ضربهم في بعضهم يا دكتور محمد 16 في 360 اللي هي المينت فنتليشن. مينت فنتليشن يعني نضرب 16 في 360 يطلع لنا المينت فنتليشن، هذا قديش المريض ندير واش اوت. في من الناس او احيانا احنا نشوف المريض نتاع مثلا نيمونيا، المريض كان بريدنج 20 وبريدنج وحاول يطلع واش اوت للسيتو لان عنده سيفير هايبوكسيا سيفير اسيدوسس. ما نجيش انا المريض هو بريدنج 20 بروحه
يطلع في تاي ووش انكسيتي ونجي انا نحط على 14 و16. هذا علاش لما نديروا اكزاميناشن المريض ندير انتوبيشن نحاولوا سيميوليت وات ذا بيشنت واز دوينج، ان نعطوه سيم مينيت فنتيليشن اللي كان يدير فيها قبل الانتوبيشن، لانه هو فيسيولوجيكلي تراينج تو ووش اوت سي او 2 تو مينتين نو اسيدوسيس، لان عنده هايبوكسيا ميتابوليك انيروبيك ميتابوليزم اسيدوسيس لاكتيك اسيدوسيس، والمريض يدخل في كارديك ارست وريسبيراتوري اسيست الرسم الاسيدوسيس. الجسم بروحه يحاول ووش اوت، تلقاه يتنفس بسرعه على المريض وبقوه تراي تو ووش اوت سي او 2. احنا ما نجيش المريض نحط على 16 ولا 14 ونقول لا والله اموره تمام، بعد نص ساعه يجي يقول لك البيشنت كارديك ارست، علاش؟ سيفير اسيدوس. عندنا لما ندير الانتيبيشن نعطي فيه في سيديشن، نعطي فيه في دورميكوم ولا هو اللي هو فرساد احنا نقولوا له هو نفسه فرساد دورميكوم، ونعطي فيه بروبوفول، فالمريض ندخله فيه في سيديشن. فلو احنا اعطيناه لو ريت ولو تايدال فوليوم ممكن يدخل منه في سيفير اسيدوس. هل معناته انا معناه نبدا انا خايف ندير كل حاجه؟ لا، مش الفكره انك انت تخاف من كل حاجه، هو البيشنت سيك، احنا بس نحاول نمر على كل نقطه ونقولوا ان متى الريت راهو لو درت لو ممكن المريض يدخل سيفير اسيدوس، لو درت هلبه في مشكله ثانيه ندخل فيها ممكن يسموها فيها الاوتوبي، هذه نحنجوها بعدين. هذا علاش انت تبدا ب 16 18 وتشوف. بتقول لي دكتور معنا بعدين نتكلموا على الاوتوبي، ايه نتكلموا على الاوتوبي، لكن تو انك انت اللو ريت ممكن يدخلك في سيفير اسيدوس. باي تايدل فوليوم دكتور انت تو قلت لي ان نعطوه لارج تايدل فوليوم ولارج وهاي ريت باش نديروا واش اوت سي 2، كيف نفس الكلام قلت لي نعطوه لو تايدل فوليوم؟ تمام، في الاي ار دي اس هو اللارج تايدل فوليوم تو واش اوت سي 2 100%، بس في الاي ار اس يقول لو نعطوا لو تايدل فوليوم المريض يعيش اكثر، احسن تشانسز انه يعيش، لكن في هايبركابنيا. بالضبط، هذه كيف نحلها المشكله؟ حاجه نسموها فيها بيرميسيف هايبركابنيا. انا نبيك او اي حد من اللي هم حيسمع المحاضره يسجل مثلا الدكتور قال بيرميسيف هايبركابنيا، نمشي نقرا عليها شويه زياده، البيشن قال او تو بي، الدكتور قال او تو بي، نقرا عليها وهكذا. فانا البيرميسيف هايبركابنيا في الاي ار اس اتس اوكي، يعني احنا عادي نخلو شويه اسيدوسيس هاي بي سي او 2، مش شويه يعني هاي بي سي او 2 هاير ذان وات وي وونت، في سبيل ان نعطوا له تايدل فوليوم. بتقول لي عادي نخلوه ديما لا، في حدود، لو درت الاي بي جي والجي ال بي اتش نتاعها اقل من 7.25 والبي سي 2 فيري هاي، هذيك الحاله ما عندناش حل الا نعطوه شويه تايدل فوليوم اكثر باش ندير واش اوت للسي 2، لان المريض ممكن يموت من اسيدوسيس. بعد دكتور تقول لي معناها انت نحيت اللو تايدل فوليوم اللي كنت تقول عليها وتقول نبو امبروف سرفايف، يس بس ما عنديش حل. فانت تتعامل مع شني؟ مع فيري فاين كريتيكال سيتويشنز. تمام، اللي غير جاست انه هو ريفريشمنت بس، الباراميترز اللي عدلن في سي او 2 الريسبيراتوري ريت والتايدل فوليوم. صحيح، وتكلمنا على الاف اي 2 100%، الاف اي 2 والبيب وال اسبيريشن تايم، هدينا للاكسجينيشن. ايه توا تمام، ممتاز دكتور محمد. الريسبيراتوري اللي تكلمنا عليها والتايدل فوليوم ليهم علاقه بالسي او 2 واش اوت، ما لهمش علاقه بالاكسجينيشن الى حد كبير. يعني التايدل فوليوم في اللي يقول لك ات مايت هيلب، لكن احنا نتكلموا على بيزك سيتنج. التايدل فوليوم والريسبيراتوري داز نوت افكت يور اكسجينيشن. اللي افكت الاكسجينيشن اللي هم البيب، واحد البيب، اثنين الاف اي او 2، ثلاثه حاجه اللي اسمها التي اي او الانسبيراتوري تايم، الوقت اللي ناخده فيه باش ناخده شهيق او انسبيريشن. هادو الثلاثه يتحكمون في الاكسجينيشن اللي هم مهمات جدا في حاله الاي ار دي اس اللي هي سيفير هايبوكسيا. تمام تمام، تكلمنا على الاف اي 2 نبدا ب 100. البيب طبعا عندنا موجوده اللي هي الدراسات بتاع الارت سنت ريكومنديشن، ان البيب والاف اي 2 في كورليشن، ان قديش تعطي بيب وقديش تعطي اف اي 2. البيب لو انت بديت من مريض، احنا رقم خمسة هذا رقم ارتشوري نمبر يقولوا له، هو رقم اعتباطي هيك نعتقد ان المريض ممكن يحتاج 5 او اي واحد على البنت يحتاج 5 بيب، لكن هذا الرقم رقم اعتباطي او ارتشوري نمبر نحطه فيه تو كيب ذا الفيلاي اوبن تو انكريز السيرفيس اريا تو اكسشينج جازز. المريض اللي هو اي ار دي اس وبايلاترال انفلتريت وعنده سيفير هايبوكسيا وبديله ب 100 اف اي 2، الاغلب ان المريض حيحتاج هاير بيب. فما نبدوش ب بيب اوف 5، نبدو ب بيب اوف 8، نبدو بيب اوف 10. يعني انا لو حطيت المريض مثلا بيب، نقوله مثلا بيب اوف، انا معلش بنعدلها، البيب اوف 8 مثلا، ونديره اوكي.
منجيش انا انا درت انتيبيشن للمريض وحطيتها ريت 16 او ريت 18 خلينا نقوله مش احنا بنديروا واش اوت خلينا نتفق على الارقام ريت 18 مثلا وتايد الفوليوم 360 وجت ريت 19 مش مشكله وبيب حطيت البيب 8 وفاي 200 وانا نشوف في المونيتور لقيت السات نتاع المريض ينزل تحت 90 فما نجيش نقول لا والله نستنى نص ساعه ونشوفه لا ما تستناش لا بنزيدوا البيب رجعوا لي 10 فترقي بالتو نمبرز يعني رجعوا 10 12 14 وهكذا قداش نقدر نوصل بيب طبعا with consideration لو حد انا مثلا قاعد جديد نتعامل مع المريض نعالج فيه الاي ار دي اس وقاعد معلوماتي بسيطه نرقي البيب مثلا 10 12 وبعدين نكلم حد اخصائي او حد سينيور ليا اللي هو يعرف على موضوع الفنت والاي ار دي اس اكثر لكن نزيدوا باثنين في المجمل في الدراسات وصلوا البيب حتى ل 24 لكن مش معناته انت عادي تقدر تركب البيب ل 24 لا تركب مثلا 12 14 16 لكن تعرف انك انت تدخل في منطقه مور سيريوس وبيشن مور كريتيكال ويحتاج انتنسيفست ممكن تكلم الاخصائي بتاعك في هذيك اللحظه او يور سينيور تو هيلب يو مانج ذا بيشن فنقول درنا بيب اوف 10 وانا قاعد جنب المريض بعد اللي درت الانتيبيشن ونبي نحول المستشفى او المكان اللي هو فيه كريتيكال كير اي سي وانا مثلا في مكان ما نقدرش نديرو مانج نقدر انتيبيشن في الاي ار وكذا لكن نبي نحول لمكان اي سي يو ايه مثلا الساتوريشن قاعد ينزل تحت 90 ما توقفش عند العشرة ركب 12 ركب 14 16 ما تخليش المريض ينزل تحت 90 النقطة الثالثة التي اي التي اي احنا حنخلوها واحد تولي الفترة الزمنية اللي ياخدها المريض في الانهاليشن هذه تختلف فيسيولوجيكال من المريض لاخر لكن باش نحطوا رقم هيك افريج لحد مثلا كيف بادي مانجمنت للاي سي يو كريتيكال كير فنت مانجمنت للاي ار دي اس تقدر تحط من 0.8 ل 1.2 سكندز يعني تاخذ من 0.8 ل 1.2 سكندز تي اي نقولوا مثلا درنا كونفيرم ونشوفوا الفين سيتنج انا خلينا نغير دايما الجرافيكس هذه بس باش نشوفوا كل السيتنجز تقدر تغيرها من الجرافيك هنا تقدر تغير مثلا اللاي اوت نتاعها اللي هي مثلا هذه اكثر شيء نستعملها نديروا فوليوم مثلا اوكي اوكي ممتاز فعندنا اول واحد اوكي عندنا اول واحد يا دكتور محمد اللي هو الفوق البكل هذا اللي هو البريشر ويف فورم هذه الويف فورمز احنا يعني هذا زمان في الريزيدنس واحنا بدنا نشوف فيهم مش عارفين شنو هذا شنو الفكره منهم الويف فورمز هذه تساعدك تبين لك ان هل المريض والفنت في سينك في سينكروني ولا يعني المريض الفنت مساعد المريض ولا قاعد يعافر فيه لو كان الفنت والبيشنت they are not in on the same page معناته المريض يقعد increase work of breed to fight the vent. Fight, yeah. فأنت تبي تخلي مدبيك الفنت يساعد المريض كيف يتنفس. تمام. فأول واحد فهذا الويف فورمز هذا يبينوا لنا لو أن المريض والفنت on the same page or not يعني ما فيش disynchrony نقول لها. فماذا هذه كلمة disynchrony نكتبها على جنب أنا الدكتور قال disynchrony هذا شنو؟ هذا page بروح disynchrony في early disynchrony late cyclic disynchrony في double trigger disynchrony OTP disynchrony في هلبة مواضيع اللي هي زي مثلا في الاي كي جي نقول او الاي سي جي نقول مثلا في الريثمياز هذا حتوما ديسينكروني فيلد ان سجلها على جنب تونا اقراها المره الجايه مثلا اوكي تمام نرجعوا ل سوري بس نرجعوا للويف فورمز ويف فورمز انا درت انتيبيشن للمريض حطيت الريت 16 حطيت التايدل فوليوم اكوردنج تو ذا ايديال بادي ويت 6 ام ال بير كي جي وحطيت الاف اي 200 وحطيت البيب مثلا 10 تمام دكتور محمد اوكي هي ممكن نديروا محاضره ثانيه ان شاء الله تكون تركيز بس نبدا مباشره على على الهاملتون سيميليتر وناخذ حتى سيناريوز مثلا الاي ار دي اس مثلا مور سيفير مور سيفير اند سو اون اوكي الجزء العلوي هدايا اللي هو البريشر ويف فورم البريشر ويف فورم انت هذا البريشر في الاير ويز في البيك وفي البلاتو لكن ببساطة أنت ما تبيش تخلي البيك بريشر في الإيروي يفوت 35 تمام تمام الثاني اللي هو الفلو وهذا حنتكلمه عليه شوية على كلمة الأوتو بي بكي هذا لازم أفهم
وهذا الجزء الاول مثلا هذا جزء في الفلو ويف فورم انهاليشن اول ذا واي انهاليشن وبعدين اكسهاليشن. انت يهمك في الاكسهاليشن ان الويف فورم ترجع للبيس لاين. هذا شو معناته في الاكسهاليشن رجعت للبيس لاين؟ معناها كل الاير اللي في اللنج واشت اوت، ما قعد شيء، ما فيش حاجه دايره هايبر انفليشن او اير ترابنج. لو انت الويف هذا ما رجعش للبيس لاين نقدر نديرو احنا مثلا لو درنا الريت، تفكروا بكري قلنا الريت دكتور محمد قلنا لو زدنا الريت هلبة ممكن ندخل في اوتو بيب. الفكره ان الويف فورم في الاكسهاليشن ما يرجعش للبيس لاين هذا اوتو بيب. ناخذ مثلا مثال ركبوا الريت مثلا نديروه نديروا الريت مثلا 32 تو هاي او 35 تو هاي. انا باش نبين الفكره من الاو تي بي احنا بنشوف الويف فورم كيف تتغير. تو شفت هذا دكتور محمد هنا الويف فورم ما رجعش في الاكسهاليش رجعش للبيس لاين. قال لك الفنت هنا اعطاك ان هاي مينت فنتيليشن لانك انت عاطي الريسبيراتوري ريت حصل ضربه في التايدل فورم يعطيك رقم كبير مينت فنتيليشن فيري هاي. احنا ما نبوش هذا. المشكله الثانيه اللي واجهتنا بهاي ريت ان المريض دخل في اوتو بي. واضح هذه دكتور محمد ولا واضح؟ واضح. فهذه الاوتو بيب، الاوتو بيب زي ما وضحت انت ال 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 الويف هذه الاكسهاليشن ما يرجعش للبيز لاين فقعد في بيب ما تخليش ما نخلوش في الاكسهاليشن يكمل. والدليل على ذلك ان هو بمجرد ان تزيد الريسبيراتوري ريت حيزيد المينت فنتيليشن اللي هو الحاصل ضرب التايدل فوليوم بالريسبيراتوري ريت. بالضبط هذه 13.7 لتر تو. بالضبط هذه 13.7 لتر. انا مرات نبي هاي مينت فنتيليشن واحد عنده هايبر كابنيا سي او بي دي نبي ندير له واش اوت انا، لكن تو ما نبوش تو. هذا موضوعنا موضوع اي ار دي اس، هذه لها استخدامات اخرى. فانا الفكره اللي بنوصلها دكتور محمد ان لو زدنا الريت نبدا ندير واش اوت نزيدو مينت فنتيليشن، لكن ممكن لها عيوب تدخلنا في اوتو بي. احنا رجعناها الريت ل 19 خلينا نشوفه هل رجع الويف فورم للبيس لاين والا لا. ولاحظ حتى المينت فنتيليشن 13.7 حتنزل هذيك. معلش سلو شوي لان السوفت وير هو بتاع الهاملتون هذا على الكمبيوتر شوي مبين سلو. لاحظنا تو الويف فورم هنا يا دكتور محمد بادي ترجع برجع للبيس لاين، معناها انا معاش عندي او تو بي. بتقولي مرات دكتور انا نحتاج اني انا نستخدم هاير ريت في بعض الحالات في الادفانس. مرات يتكون عندنا الاو تو بي لاسباب اخرى، نتيجه برونكو سبازم المريض معاش يطلع في سي او 2 معاش يطلع في وش اوت للاير اللي في اللنج يصير له التهاب يدخل في او تو بي لاسباب اخرى، احد اسبابها هاي ريت. لكن ممكن في اسباب اخرى زي البرونكو سبازم زي حالات الازمه سيفير سي او بي دي. هادو منجمته في اوتو بيب موضوع اخر. نقدر ندير برونكو دايليتور، ممكن ندير باراليسيس للبيشنت، ممكن ندير سو ماني اذر ثينكس، لكن هذا نسجلها برضو اوتو بيب مانجمنت، خليها على جنب لمحاضره ثانيه. لاحظ دكتور محمد المينت فنتيليشن برضو رجعت ل 8.2. يعني انا مثلا كيفاش ناخذوها كسايد نوت برضو دكتور محمد، لو انا مريض بتاعي كان نمونيا واضطريت ندير الانتوبيشن وكان بريدنج نعد له كريسبيراتوري سايك ريسبيراتوري ريت بتاع 20، ناخذ رقم افتراضي 500 ديما، مثلا مريض 500 في ال 20 مثلا هو بريدنج 20، 20 في ال 500 معناها 10,000، 10 معناها 10 لترز، معناها انا لما نحط البيشت على الفنت على الاقل المفروض ندير له 10 لترز باش ميمك هيز اور هير فيسيولوجيكال ريكوايرمنت، مش نجي انا نحطه على ريت في 14 وتايدل فورم 360 وندخله في سيفير اسيدوسس. هذه انا معلش نعاود فيها اكثر من مره، اي واحد عنده سيفير سبسيس او مثلا نتكلم على سيفير سبسيس او هايبر كابنيا او بيشن عنده سيفير سي او 2 ريتنشن وكان بريدنج فاست مثلا تراي تو واش اوت سي او 2، حاولوا احنا ميمك الريسبيراتوري فيسيولوجي براير تو انتوبيشن. بس هذا موضوع اخر نشوف في وقت اخر. احنا نتكلم على الاي ار دي اس. لو بنراجعوا عن الريت تكلمنا عليه، زياده دخلنا في اوتوبيب، نقصانه ممكن يدخلنا في سيفير اسيدوسس والمريض ممكن بتاع الاي ار دي اس اوريدي عنده ريسك اوف اسيدوسس. التايدل فوليوم انا نبي نعطي لو تايدل فوليوم
6 مل بير كي جي ايديال بادي ويت. كيف نحسبها؟ خذ الاب بتاعك في التليفون احسبها بالمعادله، المهم دير الايديال بادي ويت مش الاكشوال بادي ويت. معي دكتور انا مرات المريض عنده سيفير اسيدوسز والبي اتش بتاعه نزل تحت 7، لما درت اي بي جي بعد ربع ساعه طلع لي البي اتش بتاعه 7.1 وعنده سيفير هايبر كابني. ايوه هذيك الحاله معناها بتضحي باللو تايدال فوليوم لكن انت عارف باش مضحي بحاجه مهمه لكن ما عندكش حل فعلا تحاول تدير له واش اوت للسي او 2. لو البي اتش بتاعك اكثر من 7.25 وبي سي 2 مش مهم، لو البي اتش بتاعك اكثر من 7.25 فانت قاعد في السيف سايد، نسموها بيرميسيف هايبركابنيا، فما تدورهاش كلبه ما تدورهاش هلبه لان لان عندك جولز اكبر اللي هي التايدل فوليوم يكون له. ثلاثه اللي هو الاف اي 2 قلنا نبدا ب 100. اربعه التي اي تايم من 0.8 ل 1.2، كل ما تزيد التي اي تايم اللي هو حنتكلم عليه توا انك انت تبي تزيد الانسبيراتوري تايم، تبي تزيد الوقت اللي هو المريض ياخذ فيه في شهيق. الانسبيراتوري تايم كويس بس برضه لو زدناه هلبة له عيوب، لو نقصناه له عيوب. قداش الرقم اللي نقدر نبدا به من 0.8 ل 1.2 is fine. باه البيب، البيب فيه جداول نستعمل فيها في البيب، نبدو ب 8 ل 10. لو قاعد انا نحكي انه ممكن يسمع حد المحاضر يقول دكتور بقى كيفك احنا وراه في هلبة كونتروفيرسي مثلا في الهاي بيب لو بيب بروتوكولز، انا قاعد نحكي للبيزك لواحد كيف بادي، وكل ما انت ادفانس في الفنت بعدين نقدر نناقشه اكثر الهاي الاوبن لانج بروتوكول فيرسس لو تايدال فوليوم بروتوكول. بس اغلب ستدي ريسنتلي تو الهاي تايدال فوليوم الا في السيفير اي ار دي اس ويجوا اسوشيت وذ هاير مورتاليتي، مش معروف لان هل المريض اوريدي severe ARDS أو إن the high PEEP is bad in itself. Yes. معناها غير باش نتبتوا نبدو بالسيتنجز البسيطة، تبدأ تحط حاول إنك نختاروا مود فوليوم واللي هو CMV أو تقدر حاجة فيها مود تقدر تدير مانجمنت أو تختار كم نحتاج للتايدل فوليوم، المعدل اللي محتاجينه من 4 إلى 6 ميل بير كيزي. الكيزي اتفقنا هي الويت بتاع الايديال ويت اللي هو عنده معادله او نقدر نحسبها، مش الويت بتاع البيشنت الاكشوال. وهذه حاجه. الحاجه الثانيه تبدا تحط الريت تبدا من 16 او 18. الحاجه الثالثه تقدر تختار بعد ما حطينا التايدل فوليوم تحسبها يطلع لك 300 400 كم تختارها. إضافة إلى هذا البيب نبدو بخمسة أو حتى 10، بعدين اللي نعرف أنه في بوكس كورريليشن بين البيب والفاي 2 بعدين بالزبط. في الأجستمنت أنت مفروض البوكس هذا موجود، إحنا نختاره كل مثلا فاي 2 قديش حاطها مفروض تحط لها البيب صحيح. تقريبا هذا اللي أوكي. بعد البيب يقعدنا للتي آي تبدأ عادة 0.8 وتزيد أو ماكسيمم أقل شيء 1.2. التي آي هذا نخافوا منه لو زدناه حيزيد حتى هو حيعطينا ريسك متاع الأوتو بيب هو وال مش ريسبيراتوري ريت حتى هو ريسبيراتوري ريت ممكن يدخلك في أوتو بيب صحيح الزوز معناه هذا الزوز ريسك متاع الأوتو بيب. فكرتنا بشكل عام ان بحاولوا بقدر الامكان نحافظوا على اللو تايدل فوليوم وهذا المطلوب، معناه ان هذا بيعطينا لو مورتاليتي وكان قدرنا كيف، لكن في مرحله ما او نقطه ما ان انت البيشنت اسيدوتيك وما عنديش حل الا بنضحي باللو بالتايدل فوليوم نضطر ان نزيد في التايدل فوليوم. هذه المرحله تقريبا اللي تقدر تضحي فيها، غير هيك تقدر تخدم على البيشنت وتحافظ على اللو تايدل فوليوم. زي ما قلنا من بدري الريسبيراتوري ريت والتايدل فوليوم هن الباراميترز اللي يخدمن لك على السي او 2، لكن هذا مش موضوعنا. عاده حيكونوا شويه عندهم سي او 2 ريتينشن وهذا مسموح به، اسمها بيرميسيف هايبر كابنيا. والباراميترز الاخيرات اللي هن البيب والاف اي 2 والتي اي او انسبيراتوري تايم هذين يشتغلن على الأكسجينيشن، يعزن من الأكسجين للبيشن. تقريبا هذا اللي حاولت نلخصه بشكل بسيط بحيث أن نحاول بقدر الإمكان
ان زملائنا انه يقدروا اقل شيء يقدر يشتغل عليه بشكل انيشيال، اللي حيث انه يشوفوا البيشنت بروجريس بتاعه، او في من يتابع معه، او الانتنسيفست هو اللي يبدا يشتغل اذا كان البيشنت ادفانس. ممتاز. عندك شو بتضيف؟ تقريبا لا ممتاز، انت لخصت بطريقه ممتازه. يعني نفس الكلام اللي قلته، الريسبيراتوري ريت والتايدل فوليوم هذا نتحكموا به في السي او 2 واش اوت، البيب والاف اي او 2 والتي اي يتحكمون في الاكسجينيشن. البيب عاده مش حنبدا بخمسه، هذه بس ممكن نقطه اللي بنقولها انه ممكن انت يو جاست مس سبوك، ممكن نبدا بثمانيه او عشره على الاقل، لان خمسه ما دام المريض انا متوقع اي ار دي اس، فممكن حتى ثمانيه وعشره مش حتكفينا يعني. فنبدا بثمانيه وعشره، خاصه لو كان البيشنت اوبيز، لو كان عندهم ابدومينال ديستنشن. فالاغلب انه حنبدا بعشره و ويل جو اب يعني. بعدين في عندنا في الباوربوينت ممكن لما نرجع نوروا البوكس ان في الكوريليشن البيب للاي فاي 2، مثلا لو استخدمت بيب اوف 100 قديش ممكن نستخدم سوري اف اي 2 اوف 100 قديش نستخدم بيب وهكذا يعني. الاي تايم بس مشكله معايا دكتور محمد، مش نعطله هلبا، احنا المحاضره مش نقراها طويله، بس البيزكس. التي اي تايم، التي اي تايم لو رجعنا لكنترول هنايا وراهو، انا ننصح اي حد مثلا يمشي المستشفى ويشوف مثلا الهاملتون يركبه، يكلم مثلا حد في الاي سي يقول له بالله ممكن ركبوا الفنت وخلي انا نبغي نجربه به شويه، ان ركبوا الارتفيشال لانج. راه ما فيش حد يعني يعرف الفنت من محاضره واحده او من لكتشر واحده، كل مره تحاول تاخذ جزئيه اكبر ودير براكتس. في ويب سايت برضو ممتاز اذا كان استيل موجود، اللي هو اي سي يو ريتش، اي سي يو ريتش في اليوتيوب، في مقاطع اللي هي كل على سنتينج معينه تقدر تشوفها وتحاول تدير متابعه عليه. وهذا اللي نحاول ان نبغى نديره زيه، وان شاء الله يعني يكون في حد الدكاتره ثانيين كل مره نتكلموا على موضوع معين، مره نتكلموا على الاوتوبي، مره نتكلموا على التي اي، مره نتكلموا على اف اي 2 والبرميسيف هايبر كابنيا اند سو اون. تمام دكتور محمد. تمام تمام. هو حاجه ثانيه ان ما ننسوش الحاجات اللي يزيد من الاكسجين كونسومشن، اذا كان البيشنت ان بين نحطوه على الانالجيزيا، اذا كان عنده فيفر نعطوه انتي بيريتيك، والا حتى نحطوا البيشنت على سيديشن. هذا انا تقريبا حينقص حتى الاكسجين كونسومشن ممكن يساعد شويه في الموضوع. ممتاز. اللي هو اي حد احنا مثلا نحطوه على الفنتو اي ار دي اس يبي حاجه، يبي سيديشن ويبي انالجيزيا. مثلا لو حطيناه على البروبوفول مش حيدير له انالجيزيا، هل حيدخله في سيديشن؟ يعني زي الدورميكوم اللي نستخدمه فيه اللي هو الفيرسات، نفس الاسم اللي نستخدمه فيه، هذا بيدخله في سيديشن لكن ممكن يكون راقد لكن ان بين. فالفنتنل هو اللي نستخدمه فيه للانالجيزيا، فنتنل او اوبيويدز، اي نوع من انواع الاوبيويدز، مورفين وكذا عاده نستخدمه في الدرب، هو فنتنل. احنا ديما في الراوند بنقول المريض محطوط على انالجيزيا، محطوط على السيديشن، او يا دكتور محطوط على بروبوفول، فانالجيزيا اوكي حطوه على فنتنل. فهو الفنتنل للانالجيزيا والدورميكوم او بروبوفول للسيديشن. وانا عارف ان الدورميكوم او الفيرسد انكريز ديليرم في الاي سي يو وكذا، لكن للاسف ممكن ما عندناش بريسيدكس احنا في ليبيا يا دكتور محمد، هو دكساميثاميدين. لا ما اعتقدش. البروبوفول على الاقل افضل من الدورميكوم، لان ديكريز الديلير اقل ديليريوم، اقل دايز ان ذا اون ذا فنت، اقل دايز ان ذا اي سي. فالبروبوفول قاعد افضل. عيب البروبوفول ممكن يدخلنا في بروبوفول انفيوجن سيندروم، اللي هو المريض ممكن يدخل في مالتي اورجان فيلر عاده بعد ثلاثه بعد اربع ايام من الانفيوجن. بس نركزوا برضو ان نطلب تراي جليسرايد لو كان البيش محطوط على البروبوفول. اوكي نرجع للتي اي. يس كمل التي اي تايم. بس دكتور محمد باش نرجع للباوربوينت. التي اي اللي هو احنا نقوله مثلا، والله دكتور باي تي اي لو درت انا مثلا تي اي، لو درت التي اي مثلا اكثر من 1.5 شنو المشكله يعني اللي بتصير؟ انت حتاخذ وقت اكثر في الانسوليشن which is fine، لكن لو المريض هو ما لو المريض مثلا مش هايبوكسيك 1.2 1.3 is okay maybe 1.1. لو المريض is هايبوكسيك ممكن انت تزيد، وممكن ندخله حتى في الريفرس ريشيو، هذا بعدين موضوع اخر. لكن too much تي اي تايم لو المريض ما يبيهش، لو قلنا مثلا احنا لو هنا تشوف دكتور محمد نقوله مثلا نزيد التي اي تايم
سوري التاتش سكرين بتاع الكمبيوتر شوية بتاع الايباد شوية مش مظبوط. فلو زدنا التي اي تايم حتاخذ وقت هلبه في الانسبيريشن. طب مثلا المريض هذا دكتور محمد قبل ما غيره تي اي تايم تاعه، واضح ان المريض تكلمنا بكري في الاكسهاليشن ان الفورم تاع الفلو رجع للبيس لاين. حتى في الانسبيريشن انا نبي المريض ياخذ لعند ما يرجع للبيس لاين. لو ان المريض مش راجع هلبه للبيس لاين ممكن نزيد شويه تي اي تايم. يعني نشوف المريض هذا نزيد التي اي، نحاول نزيد التي اي شوي. تمام مثلا نديرو 1.3 وبعدين نديرو اوكي. اوكي فهنا نبغى نشوف الانسبيراتوري تايم، نشوف ان المريض الانسبيراتوري فلو ويف فورم inspiratory waveform بعد ترجع على المست ذا بيس لاين تختلف على هذه الاولى القديمه. هذه بعد ترجع كل ما نزيد الانسبيراتوري تايم كل ما يزيد، لكن لو زدناه بدرجه كبيره جدا حناخذ وقت هلبه في الانسبيريشن وشويه في الاكسهاليشن، معناها البيش بيقعد عنده اير انسايد يدخل في اجين في شنو في اوتوبي. فهذه الرقم اللي قداش نبوه في التي اي ما بين 0.8 و 1.2 roughly speaking. كل ما انت زدت بتساعد الاكسجينيشن شوي، لكن لو زدت هلبة ممكن تدخل patient في O2 PEEP. لو if it's okay دكتور محمد احنا حنرجع من الهاملتون للpowerpoint باش على الاقل. تمام اوكي سوري. هذه بالضبط هذه السلايد اللي كنا نتكلم فيها دكتور محمد، اللي هي مثل البيب فيه مثل اللور بيب جروب وفيه الهاير بيب جروب. هي اول سلايد هذه بس بتعطيك على الاقل ممكن تاخذ انت النيور سلايدز. هذه تعطينا فكره مثلا انا لو المريض نقوله مثلا لور بيب جروب، يعني كان في تو بروتوكولز في الهاي بيب جروب في اللور بيب جروب. الهاي بيب جروب مثلا او اللور بيب جروب مثلا بدينا ب اعطينا المريض لي اعطينا مثلا 90 او 100% فيعطوا فيهم في بيب 14 16 18. مثلا لو نزلنا بالاف اي 2 في العاده ننزلوا بالاف اي 2 قبل، لأن too much FI2 أكثر من 6 ساعات FI2 أكثر من 60% إذا خلنا في free radicals وممكن حتى worsen the patient. فبتقول يا دكتور بعينا كيف أنا المريض يبيه FI2 إيه لو كي بي it's okay، لكن لو إن المريض ما يحتاج FI2 أكثر من 60 مفروض أن ننزل بال FI2 بشوي بشوي. فننزل بال FI2 لو نزلنا مثلا من 90 ل 80 نقوله 14 80 ل 70 70 نزلنا مثلا استمرنا 70 بعد فترة المريض تحسن نرجع من 14 ل 12 من 12 ل 10 وهكذا. يعني في ستيب اب وستيب داون هاو تو يوز ذا بيب، وهذه موجوده اونلاين انا مجرد قلت لها كوبي بيست من اونلاين يعني. فموجوده في كل مستشفى عندك البروتوكولات بتاع الاي ار دي اس انك كيف تركب البيب معها الاف اي او 2 وتتابع المريض مثلا بعد اربع ساعات نشوف انا في الاي سي يو شوف الاي بي جي بتاعه، لو الاي بي جي بتاع البي اف ريشيو اللي تكلمنا عليه بكري بدا يتحسن نقدر ننزل شويه بالاف اي 2 الساتوريشن بتاعه كويس قاعد فوق ال 90 البي او 2 على فكره البي او 2 احنا في الاي سي يو البي او 2 نبوه في الاي ار اس ابوف 55 معناها تقول لي 60 كويس 60 لو اي ما دام ابوف 55 وي ار دوينج ريليتيفلي اوكي، لكن انت مش معناها تبيه يكون لو بي او 2 انت يور ايمينج تو امبروف هيز اوكسجينيشن اور هير اوكسجينيشن. فلو المريض بدا يتحسن بشوي بشوي مثلا ثاني يوم درت الاي بي جي وقد تحسن البي او 2 بتاعه فان المريض هذاك بتنزل له شوي الاف اي 2 تقدر تنزل 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 وبعدين تنزل بالبيب بتاعك بشوي بشوي الا لو كان البيشنت سيفيرلي اوبيز ممكن تقعد في الاخير بكره على بيب اوف 8 مش بيب اوف 5. تمام دكتور محمد؟ تمام احنا بين نارين يعني انا بين نار ان احنا ما نبوش ندخل في ديتيلز هلبه باش ما تضيعش الفكره وما نبوش نخلوها سمبل هلبه مش حنوصل معلومه كويسه يعني. لا تمام بيزك هيك وبعدين سهل الادفانس هذاك يلحق. اوكي لو نطلع بموضوع واحد من الكلام اللي تكلمنا فيه الاول اللي هو اللو تايدال فوليوم في الفنزل، انت درت انتوبيشن للمريض عرفت عنده بايلاترال انفلتريت ما عندهش بالمونري ديما المريض هذا مصلاكي عنده انفكشن اي ار دي اس حطيته على الفنت حطيت الريت 18 لو زدت هلبه معناه ممكن يدخل اوتوبيب لو قللت ممكن يدخل مني سيفير اسيدوس حطيت على لو تايدال فوليوم حطيت اف اي 200 بيب اوف 10
حطيت التي اي مثلا 1 او 0.9 او 1.1 وشفت المريض بعد ربع ساعه تطلب له اي بي جي او نص ساعه تطلب له اي بي جي، خليك جنب المريض، المريض قاعد سيفيرلي ال. حطيت على سيديشن مثلا نقولوا دورميكم ولا بروبوفول، حطيت البيشنت على انالجيزيا فنتن، ضروري جدا يعني انت بديش تعبى المريض بيه وسيديتد وبيساعدك انه معاه شويه فايتنج للفنت. حطيت على انالجيزيا، حطيت على سيديشن، انا كلمت السينيور بتاعي قلت له راه درت انتوبيشن، الامور المريض كويسه، مطلوب له اي بي جي بعد ربع ساعه. بعد ربع ساعه ونص ساعه جاني الاي بي جي بتاع البيشنت، حسبت البي اف بي اف ريشيو طلع لي 90، اقل من 150، معناها انا ام ديلينج ويد سيفير كيس، مورتاليتي 60%. فالمريض هذا حط على سيديشن وحط على انالجيزيا، طبعا في مانجمنت للفلويد في الاي ار دي اس وفي مانجمنت للبريسورز، هذا موضوع اخر. احنا نتكلم على الاساسيات بتاع الفنت وشويه من بكلينيكال اسسمنت. المريض هذا انت بتكلم السينيور بتاعك وتكون مثلا انت على الاقل ما بيستارت الابروش انك تكلم التمريض وكذا، ان احنا ممكن المريض هذا بنديروا له برونينج. البرونينج شن ميزته؟ هل هو انكريس سرفايفل؟ يس. قداش؟ اكثر من 16 ساعه. هل هو حاجه سهله نقدره؟ لا، مش حاجه سهله، هو صعب، يبي ادجوكيتد تيم، يبي واحد لو المريض طلع التيوب نقدر ندوه ونركبه للتيوب بسرعه، يبقى المريض لو طلع على السنتر لاين ركب له سنتر لاين، المريض حيخش في بيد سورس. لكن الميزه ان هذا انكريز السرفايفل وانكريز الاكسجينيشن. فالبرونز هنايا امبروف الاكسجينيشن، مور لانج ريكروتمنت، مور يونيفرسال فنتيليشن. بور او كونز بريشر سورس، اي تيوب اوبستراكشن، لوس اوف اير واي، انكريز النيد اوف سيديشن. طبعا احنا لما نديرهم في برونينج باراليتيك طبعا البروتوكولات كلها ان البيشنت يكون بارالايزد. طبعا الباراليتيك المستخدم مش كل الباراليتيك نستخدمه في النمبس اللي هو سيستاكيوريو، هذا اللي هو طبعا في كونترفيرسيا بالستدي الاخيره اللي طلعت انه هو ممكن مش انكريز السرفايفل، لكن في ستدي قديمه تقول انه هو انكريز السرفايفل وقاعدين نستخدمه فيه. وطبعا المريض لما تدير البرونينج ما تقدرش تدير البرونينج من غير باراليتيك، تبي تدير باراليتيك باش ما المريض ما يتحركش وما يصيرش فيه كومبليكيشنز يعني. انا سوري ام باك نقول بيد سورس بريشر سورس. فالبرونينج مهم، قداش مده؟ 16 ساعه فما فوق. امتى نوقف برونينج؟ البرونينج استخدمه في الاستدي حتى 28 يوم، احنا اخر مريض كان عندنا درنا له برونينج ممكن 9 ايام. فالبرونينج يستمر به الا لو بدا عندك لو بيب اقل من 10، اف اي 2 اقل من 60، والبي اف ريشيو اكثر من 150. هذيك الحاله انت ريتش الاتشيفمنت بتاعك وستوب. وبيليف مي والله العظيم اتس نوت ان ايزي ثينج. انا درت براكتس في كذا مستشفى وكذا ولايه، كل مستشفى عنده خصوصيه في الموضوع، لازم يعلم التمريض ولازم، والموضوع ما هوش سهل، لكن مش معناته ان ما نديروش. يعني زمان بكل ما كانوش الناس تستخدم في الانتيبيوتيك، هل معناته ما عادش تستخدم الانتيبيوتيك؟ لا، ناهو تو نستخدم فيه، فيهم سايد افكت. الانتيبيوتيك فيها بلايندنس، فيها اريثميز، فيهم الرجيز، في سايد افكت، كل حاجه لها سايد افكت. هل من البرونينج هذا لان عنده كومبليكيشن ما نستخدموش؟ لا، نستخدموه لان امبروف السرفايفل، بس لازم نكون احنا اوير شنو هو الكومبليكيشن ممكن تصير. ضروري يكون بريبيرد في الاي سي يو لموضوع البرونينج، زي ما قلت انت عنده بروتوكول معين، من ضمنهم ان الستاف ضروري يكون سكيلد، ولان مشاكله ان هو التيوب ينجبد، السنتر لاين ينجبد، فانت تكون جاهز ان تقدر تركب له تيوب ولا سنتر لاين. الفكره الثانيه ان في في التايم تاع طويل 16 ساعه بيشنت يقعد مقلوب حتى هي فترة طويلة، فحاول أن التمريض حتى هم بيكونوا more careful في الـ position هذا. بالضبط. طبعاً هذا البرونينج الدراسة اللي دراهم بيش إن صدعكم راسكم بها، البرونينج إنه increase survival versus supine أكثر من 16 ساعة. Neuromuscular blocker إنه هو increase survival في cystic ureum. طبعا السايد افكت بتاعها في ناس تقول ان انكريز الويكنس، في حاله السيستكيوريوم يقول ان ما فيش فرق. بس لو المريض انت ما درتلاش برونينج وقاعد ماهوش سيفير اي ار دي اس والمريض داير كويس على الفنت، اي دونت ريكومند انك تستخدم باراليتيك. البيشنت داير كويس وما هو عندهش ديسينكروني، اتس نوت ريكومندد يعني انك انت تبدا له باراليتيك جاست بيكوز يو وانا ستارت باراليتكس. يعني طبعا في كونتروفيرسي في الموضوع، في individual يعني different opinions، بس in general آخر study دارت على النمبكس اللي هو السيستاكيورم إنه ممكن ما فيش هذاك البنفت هلبة، لكن هذه مش study اللي هي نعوله لا فيها كريتيك هلبة. اللي نعوله لا إن المريض لو عنده the synchrony
ان نبدو لنبكس او سيستكيوريوم ايرلي. هذه اللي هي ستادي اللي اندارت زمان ان في امبروف السرفايفل اللي هو الاكيرسي ستادي. بشكل عام دكتور محمد اجين اللي احنا نحاول تكون الفكره مبسطه وان شاء الله نكون وصلت وصلنا مع بعض يعني خلال نقاشنا فكره ولو مبسطه لحد ما تندار انتيبيشن شنو اهميه اللو تايدال فوليوم شنو اهميه ان نستخدم البيب كيف نستخدم البيب على الاقل فكره مبدئيه البرونينج مهم النيوروماسكولار مهمه في اشياء اخرى في الاي ار دي زي مثلا الستيرويدز عادنا الستيرويدز في الفيرست ويك وي دون نو حتى في موضوع الكورونا اخر حاجه اندارت ان في البدايه قالوا باد وبعدين قالوا ان ميبي بينيفيشال اتس ويك ريكومنديشن لو ان جنرال الستيرويدز في الاي ار دي اس فيرست ويك ما نعرفوش السكند ويك ميبي هيلفول ثيرد ويك از هارمفول النيتريك اوكسايد غالي هلبة وما فيش سيرفايفل بينيفيت الاكمو بشكل عام عارف ما عندناش في ليبيا احنا لكن ما عندناش في ليبيا احنا فالاكمو بحد ذاتها هي بيور الاكمو ما فيش حد يقول ان الاكمو بالذات هي اللي تزيد السيرفايفل لكن السيستم اللي موجود في اكمو ممكن انكريس سيرفايفل يلقوها نتيجه انه ممكن المريض ياخذ الناس اللي داروا لهم الاكمو التيم بتاعهم كان يديروا لهم في كل الاشياء باي ذا بوك لو تايدال فوليوم يستخدموا في باراتيك يديروا في برونينج يستخدموا يعني في الكلام اللي المفروض يندار وبعدين لو تعبوا يديروا لهم اكمو لقوا ان السنتر هذاك الناس تحسنت بينما السنتر اللي هو ما داروش ما فيش اكمو وخلوهم الدكاتره على حق يعني يديروا ليبو ما فيش برونينج من درجه يعني بالطريقه الصحيحه مش لو تايدال فوليوم فنقول مورتاليتي غادي اكثر فيعزو ان الناس اللي هي تحسنت في السنتر اللي فيه الاكمو ممكن لان الدكاتره فولو ذا بروتوكولز والريكومنديشنز بلو تايدال فوليوم وبرونينج مهمه النقطه هذه في موضوع الاكمو غير هيك ان شاء الله تكون وصلنا حاجه ولو بسيطه وربي يوفقكم ان شاء الله في الفيرست لاين ديفندر في الموضوع الاي ار دي اس والكورونا وبارك الله في الجميع مشكور جدا دكتور مجدي وان شاء الله فعلا زي ما قلت انت هي بيزك وان شاء الله تكون واضحه وبسيطه لاغلب الزملاء وان شاء الله هذه كبادره اولى وان شاء الله تتبعها سلسله من الويبينارز الثانيات اقل شيء نتحدث فيها بتفاصيل ثانيه وبتشعب اخر اللي من ضمن الادفانسد فنسال الله ان تكون ذات فائدة ورسالة وتكون وصلت للزملاء ومشكور جدا على وقتك